بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. هذه قراءة بالتهجي للآية رقم 111 وكذلك آية 112 من سورة البقرة. واو فتح واو، قاف فتح قا، وقا، ومعلوم أن القاف هنا في أعلى درجات التفخيم لأنها مفتوحة وبعدها ألف. ألف سكون، ألف سكون مع مد طبيعي مع التفخيم لأن الألف جاء بعد حرف مفخم، والحرف يتبع ما قبله من حيث التفخيم والتركيك. حرف الإيه؟ حرف المد. يبقى وقا وقا قا، لام ضمّلو، وقالوا، واو سكون مد طبيعي، وقالوا. ألف صفر مستدير حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا. وقالوا، لام فتحة لا، نون سكون مع الإدغام في الياء المفتوحة، إدغام بغنة لوقوع الياء بعد النون، والياء من حروف كلمة ينمو. لوقوع الياء بعد النون الساكنة والياء من حروف كلمة ينمو. يبقى ليا ليا، دال سكون مع القلقلة لأن الدال من حروف القلقلة المجموعة في كلمتي قطب جد. يدا يدا، خاء ضم خو، يدا خو، لام فتح لا، يدا خولا، يدا خولا، يدا يدا خولا. وقالوا لن يدخل، همزة وصل وسط الكلام لا تنطق ويبدأ بها بالفتح. لام سكون قمرية، دايما نلاقي اللام القمرية بيجي عليها علامة سكون في المصحف، عندما نجدها عليها علامة سكون إذا تكون لام سكون قمرية. إذا وجدنا ليس عليها شيء وجاء بعدها حرف مشدد فتكون لام شمسية. الجيم فتحة جاء، الجا، نون شدة فتحة مع الغنة، غنة ميما ثم نون شددة، وسمي كل حرف غنة بات. الجنة، تاء فتحة تاء، الجنة. وقالوا لن يدخل الجنة، همزة كسرى إيه، لام شدة فتحة، إلا. ألف سكون مد طبيعي، إلا، ميم فتحة ما، نون سكون مع الإخفاء لأن النون السكون جاء بعدها حرف الكاف، والكاف من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلم البيت. صف ذا ثنا، كم جاد شخص قاد سما، ضم طيبا زد في تقى ضع ظالم. يبقى منك، كافت حكاء، منك، والغنة تخرج من الأنف من الخيشوم. مخرج الغنة منين؟ من الخيشوم. منك، ألف سكون مد طبيعي، منك، نون فتحة ناء، كان، هاء ضمه، واو سكون مد طبيعي، هو، دال فتحتين مع الإظهار الحلقي لأنه جاء بعد التنوين بالفتح حرف الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار الحلقي المجموعة في البيت، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هودا، همزة فتحة آ، هودا آ، واو سكون أو، هودا أو، نون فتحة ناء، صاد فتحة صا، نصا، ألف صغيرة مد طبيعي، نصا، راء فتحة راء، نصارى، ما تقولش نا، لا، نا نا، نصارى، ألف صغيرة مد طبيعي، نصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يسأل الله عز وجل الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. تاء كسرتي، لم سكون، تلك فتحة كا، تلك، همزة فتحة آ، ميم فتحة ما، أما، ألف سكون مد طبيعي، أما، نون كسرني، أماني، ياء شد ضمة، أماني يو، هاء ضمه، أماني يو، ميم سكون مع يمسكون مع الإزهار الشفوي، دي اللي انت سألتنا عليها في حال التلاوة. يبقى ميم سكون مع الإزهار الشفوي، السبب ايه؟ لوقوع القاف بعد الميم الساكنة، والقاف من حروف الإزهار الشفوي من أحكام الميم الساكنة. يبقى أمانيهم، ونخلي بالنا دايما تلاقي في الميم الساكنة إذا وجدنا عليها علامة السكون اللي هي مثل الحاء الصغيرة يبقى إذن نقول هذا إظهار شفوي، ليس عليها شيء، إما أن تكون مدغمة وإما أن تكون فيها حكم الإخفاء، لأن أحكام الميم الساكنة ثلاثة أحكام، الإظهار والإدغام والإخفاء. في هذه الحالة الإظهار. قاف فتحة، قاف ضم، قو، لم سكون، قل،
وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو كل نعم وكلنا والتقى. فهنا برضو بنقول على اللام ديت بنقول لام سكون مع الإظهار المطلق. قل هاء فتحة هاء ألف سكون مضى طبيعي هاء تاء ضمته هاتوا واو سكون مضى طبيعي هاتوا ألف سفر مستدير حرف علة زائد وسط الكلام لا ينطق وصلا ولا وقفا هاتوا قل هاتوا باء ضم بو راء سكون مع التفخيم بور بور. ليه قلنا راء سكون مع التفخيم؟ لأن الراء هنا ساكنة وجاء قبلها حرف مضموم. إذا كانت الراء ساكنة وأتى قبلها حرف مضموم أو مفتوح في هذه الحالة يكون التفخيم في حرف الراء. طيب إذا وجدنا الحرف اللي قبل الراء ساكن ننظر كذلك الحرف الإيه الذي قبل الحرف الإيه الساكن فكذلك إذا كان مفتوح أو مضموم تكون الراء مفخمة. بإذا هنا الراء مع التفخيم بور بور هاء فتحة هاء بور هاء ألف صغيرة مضى طبيعي بور هاء نون فتحة ناء برهانا كيف ضمكو برهانكو ميم سكون مع الإظهار الشفوي برهانكم تكررت معناه الميم السكون مع الإظهار الشفوي اللي انت سألتني فيها في أثناء التلاوة يبقى برهانكم قل هاتوا برهانكم همزة كسراء إيه نون سكون مع الإخفاء لوقوع الكاف بعد النون الساكنة والكاف من حروف الإخفاء المجموعة في البيت سوف ذا ثانة أو أوائل كلمة البيت سوف ذا ثانة كم جاد شخص قد سما دم طيبا زلفة كان ضع ظالم يبقى إن كاف ضمكو إنكو نون سكون مع الإخفاء جاءت مرة أخرى لوقوع التاء بعد النون الساكنة والتاء من حروف الإخفاء التي في أوائل كلمة البيت التي ذكرته إيه آنفا يبقى كن تأضمته كنت. بس نخلي هنا في مشكلة بيقع فيها الكثير من القراء ايه هي ان هنا النون الساكنة اللي فيها حكم الإخفاء وقعت بين حرفين مضمومين يعني كاف مضمومة والتاء مضمومة انت هتقرأ تقول ازاي كنت كده غلط ليه لان كده اتينا بواو وليس اخفاء للنون الساكنة ولكن كيف نتخلص من ذلك يكون هناك ابتسامة بسيطة كده ابتسامة في أثناء غنة الإخفاء في حرف النون يبقى كنت كنت هكذا وليس كنت ميم سكون مع الإظهار الشفوي كنتم إن كنتم صاد فتح صا ألف سكون مضى طبيعي صا ألف صغيرة مضى طبيعي صا دال فتح دال كسرة دي صا ذي 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 ونخلي بالنا من الدال لا تخرج منا اي ضاء ما نقولش صا ضي ضي كده خليناها ضاء وانما نقول صا ذي 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 صا ذي قاف كسرة قي صا ذي قي يا سكون مضى طبيعي صا ذي قي نون فتحة نا صادقين نقف عليها مادة عارض للسكون صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين باء فتحة باء لام فتحة لا بلا ألف صغيرة مضى طبيعي بلا ميم فتحة ما نون سكون مع الإظهار الحلقي لأن هنا النون السكون جاء بعد حرف همزة والهمزة من حروف الإظهار الحلقي يبقى بلا من همزة فتحة آ من آ سين سكون أس لم فتحة لا أسلا مين فتحة ما أسلما بلا من أسلما واو فتحة وا جيم سكون مع القلقلة جيم سكون مع القلقلة لأنها من حروف قطب جد عندما تأتي الجيم ساكنة في وسط الكلام أو نهاية الكلام يبقى واج واج ونهاية الكلام أقصد يعني هنقف عليه يبقى برضو يكون فيها حكم الإيه القلقلة لأنها من حروف قطب جد وجه هاء فتحة هاء وجه هاء ضمه وجهه اسم الجلالة لا يتهجى تأدبا وجهه لله واو فتحة واء هاء ضمه وهو واو فتحة واء وهو ميم ضمه حاء سكون مح سين كسرة سي مح سي نون ضمتين مع الإخفاء الحقيقي لأنه أتى بعد يعني التنوين بالضم حرف الفاء والفاء من حروف الايه الاخفاء يبقى محسن فاء لام فتح لا فلا هاء ضمه فلاه فلاه واو صغيره مد صله كبرى
لماذا قلنا هنا مد صلة كبرى؟ لأنه أتى بعدها حرف همزة، فنقول مد صلة كبرى هو يعامل معاملة المد المنفصل من حيث الإيه؟ الكسر أو المد، إذا كنا نقرأ بالكسر أو نقرأ بالمد. يبقى إذن هذه هذا الحكم إيه؟ مد صلة كبرى. طيب لو ما جاش بعدها همزة يبقى بنقول مد صلة صغرى. فله نمد كده أربع حركات من طريق الشاطبية قياسا على المد المنفصل. همزة فتحة آ، جيم سكون مع القلقلة، أجر أجر أجر، راء ضمرو أجرو، هاء ضمه أجره، واو صغيرة مد صلة صغرى. هنا قلنا صلة صغرى ليه؟ لأنه أتى بعدها حرف عاد، حرف متحرك العين المكسور، ولم يأتي بعده همزة مثل إيه؟ مثل هنا. يبقى أجره 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 أجر أجره، وهنا طبعا الراء مضمومة مع التفخيم، أجره عين كسر عين، نون سكون مع الإخفاء الحقيقي، عين لأن النون أتى بعدها حرف دال، والدال من حروف الإخفاء الحقيقي، دال فتحة داء عين داء، راء فتحة راء، باء كسرة بي ربي، باء كسرة مع التشديد ربي، هاء كسرة هي ربه، ياء صغيرة مد صلة صغرى ربه عند ربه، واو فتحة واء لام فتحة لا ولا، ألف سكون مد طبيعي ولا ولا، وما نقولش ولا، لا نقرأ نقول ولا، وإنما الصحيح ولا، لأنها لا نهاية ودخلت عليها الواو، ولا ولا، خاء فتحة خاء، واو سكون وخو، فاء ضمتين مع الإظهار الحركي، خوف ولا خوف، لأن هنا أتى بعد التنوين بالضم حرف العين، والعين من حروف الإظهار الحركي. عين فتحة ع لام فتحة لا على، ياء سكون حرف رين علي، هاء كسرة هي عليه، ميم سكون مع الإظهار الشفوي عليهم، لأن أتى بعدها حرف واو. وابن الجزري أو الإمام ابن الجمزوري يقول واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرف، يعني تحذر أن تخفى منك الميم عند النطق في هذه الحال. يبقى عليهم وفتح ماء وعليهم، و لم فتح لا ولا، ألف سكون مضى طبيعي ولا، وبرضه ما نقولش ولا كما قلت هنا، لا ولا وليس ولا، هاء ضمه ميم سكون مع الإظهار الشفوي هم، ولا هم ولا هم، يا فتح ياء حاء سكون يح زاي فتح زاء يحزى، نون ضمنو يحزنو، واو سكون مضى طبيعي يحزنو، نون فتح ناء يحزنون، نقف عليها مد عارض للسكون يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون. طيب المعنى كده الإجمالي للآية، آية 111 قوله تبارك وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة الآية الكريم، يعني ادعى كل من اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بطائفتين، يعني خاصة إيه؟ يعني لا يدخلها غيره، يعني محدش هيدخلها إيه؟ اليهود ظنوا أنه هي خاصة بهم، والنصارى ظنوا أنها خاصة به، لا يدخلها غيرهم، يعني تلك أوهامهم الفاسدة. كلهم أيها الرسول أحضروا دليلكم على صحة ما تدعون إن كنتم صادقين في دعواكم، إيه الدليل على الكلام اللي أنتم بتقولوا ده؟ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ليس الأمر كما زعموا أن الجنة تختص بطائفة دون غيره، وإنما يدخل الجنة من أخلص لله وحده لا شريك له، وهو متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله، فمن فعل ذلك فله ثواب عمله عند ربه في الآخرة ودخول الجنة، وهم لا يخافون فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. ده كان يعني قراءة الآية الكريمة بالتهجي مع أحكام التجويد، وكذلك مع المعنى الإجمالي للآية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.